بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. تحية لك. طبعا تمنيات السلامة التامة لأبناء شعبي في قطاع غزة وفي كل محافظات فلسطين. ما حدث للأسف الشديد، طبعا أنتم تحدثتوا عن موضوع بنك الأهداف لدى الإسرائيليين. الإسرائيليين بنك الأهداف الوحيد لديهم هو المدنيين. نعم. واستهدافهم واضح منذ العشرة أيام السابقة. نعم. قبل نصف ساعة من الآن تفاجأنا بأن طائرات الاحتلال شنت غارات متواصلة دون توقف على الآمنين من أجل الترويع دون سابق إنذار، لا تحذير ولا شيء. قامت باستخدام كل طائرات الF-16 والأباتشي باستهداف السيارات والمنازل. يعني أنا قاعد في البيت اليوم قبل نصف ساعة تفاجأت بصاروخ F-16 على باب المنزل. يعني صراحة منظر مروع وشيء مخيف جدا. يعني الأطفال للأسف، يعني أنا قاعد بحكي معك هلا والوضع بصراحة غير مستقر حتى نفسيا سايكولوجيكا، مش قادر أحكي معك صراحة. في أي منطقة بالضبط سيد أبو دقة؟ في خان يونس. يعني طائرات الاحتلال لم تتوقف ولو للحظة واحدة منذ صباح الأمس حتى هذه اللحظة، والطائرات ما زالت في تستمر في قصفها شرق المحافظة والمدنيين. شرق المحافظة. أنت في أي منطقة في خان يونس؟ شرق المحافظة. صحيح. يعني الغارات كانت تتركز على في صباح الأمس كانت الغارات أغلبها من المدفعية وطائرات الF-16. منذ أقل من ساعة بطائرات الF-16 والأباتشي. تمام. كم عدد الصواريخ الذي استهدف هذه المنطقة؟ والله أنا بدك صراحة بالعشرات، بل بالأكثر من العشرات. يعني بعشرات الصواريخ تم استهداف منطقتكم. في دقائق معدودات، يعني انت بتحكي الليمت بتاعها، يعني انت بتحكي من 5 دقائق لعشر دقائق بعشرات الصواريخ. نعم. عدد المنازل التي تضررت في منطقتكم سيد محمد؟ يعني انا شخصيا الان محاصر في البيت، لا قادر اطلع ولا قادر انزل، حتى الباب البيت اساسا من كثر الاحجار والسلطه اللي تتراكم عليه مش قادر افتح باب بيتي. يعني انا بالصدفه حتى انا بتواصل مع الدفاع المدني ومع الاخوه والاصدقاء ومش قادرين حدا يطلع، لا في كهرباء ولا في شيء. للأسف الوضع جدا سيء. الحمد لله ما فيش إصابات عندكم في العائلة؟ الحمد لله حتى الآن لا، ما فيش إصابات. لا. طب طبيعة المنطقة المستهدفة في شرق خان يونس، يعني الناس الموجودة، لا وجود لمواقع الفصائل الفلسطينية كما تدعي إسرائيل؟ لا يوجد. معظم المناطق اللي يعني نصنها هاي مناطق سكنية لعائلات مناضلة، ما لا يوجد فيها لا سكنات عسكرية لا لفصائل مقاومة ولا لشيء. بنك الأهداف لدى الإسرائيليين منذ البداية هو المدنيين فقط لا غير. كل ما يروج على الإعلام دوليا أن الإسرائيليين لا قادم تستهدف المقاومة. نعم. سيد أبو دقة، يعني بالنسبة للبنية التحتية الآن، شبكات المياه، الصرف الصحي، الأمور لديكم الآن متوافرة؟ بكل تأكيد. حجم الضرر لن يكون بالشيء الطبيعي. أنت بتحكي على طيارة F-16. نعم. يعني طبيعي لوجيكال إنه راح يكون حجم الدمار كبير. يعني حتى الآن أنا صدقا مش قادر أطلع من برات البيت لأنه الشبابيك كلها اتكسرت والأبواب اتكسرت، مش قادر أطلع حتى برات بيتي، مش قادر أشوف. ولكن حجم الضرر أوريدي راح يكون كبير. طب الآن الأمور هدأت؟ أنا اللي شفته هلا سيارات إخوتي طبعا تدمرت بشكل كامل. الآن الأمور هدأت أم أن الطيران الحربي لا يزال يحلق في منطقتك؟ لا يزال طيران الاستطلاع حاليا موجود في سماء يعني بلدة عبسان الكبيرة. نعم. والإف 16 والأباتشي بين حين وأخرى. نتمنى لكم السلامة. سيد أبو دقة، في الختام مناشدة منك، حيث أنت كمواطن فلسطيني يتعرض للقصف الإسرائيلي وتضرر من قبل الطائرات الإسرائيلية. صدقا يعني لابد من تدخل دولي للجم هذا الاحتلال والكف عن ممارسة هذه السياسة الهمجية والبربرية والنازية باستهداف الأطفال والمدنيين والنساء وترويعهم. صراحة لابد من وقفة جادة ومحاسبة هذا الاحتلال على هذه الجرائم التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة. وضع غزة لا يستحمل
لا يطاق، وحجم الهجمات الإسرائيلية بشكل جنوني. أشكرك جزيل الشكر محمد أبو دقة، أحد شهود العيان من مدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث القصف المكثف الذي استهدف تلك المنطقة قبل ساعة ونصف من الآن.